هنا في بطل بتاع تجليد وما حكاية الناس، ومحل ما يمشي في بيت عيلية الناس بيقبضوه، في بيت بيكا في بيت فرح هو البطل، ويقول له تعال احكي لنا فلان، حكي له مش المقترب الجديد جد عليه نعمة، الرجل الكبير الفتران وعاوز يتشدد، احكي احاكي النسوان كل شيء. فحس يعني هسه اللحظة دي بيكونوا كتار جدا هم بيشاهدوا. انا ابدا بحجاز علي ناصر، لاحظوا كلمة علي ناصر في الطرف ده بتفه ده. حجاز علي ناصر، علي ناصر ده طبعا ده اسم يا جماعة تطوالي اسم يمانية. كلهم علي وناصر. حجاز علي ناصر، الأم شايقية، عجمي تفتي شايقية لهجة الشايقية. برضو بتاعة أهله ديكا حافظة. حجاز ده من الناس برضو اللي بياخدوهم ويعني في البلد لما يمشي في أي محل يقعد يحاكي يقلد الناس، كل أي زول شافه، أي زول قاعد معاه، اي زول لاقاه، مداح الفنان اللي في اهله اليمانيه اخواله الشايقيه اي حاجه. بعدين سافر برا برضه يستطيع يحاكي لك الشعوب الشافه كلها. حجازي عمك الحاج احمد علي كان في كوبر، بعدين راح لاقاك انت ورينا، قال لك قلت له شنو؟ قالت قلت له لي يا عمرو حتى من كبر يا ابني لعن الله كبر ذاك اليوم الذي اهداني لا كبر ليه؟ اللي يقص على نص الليل يرمي تعريف على البنك يقول اعطيني سيجاره بنسل، اذا اعطيتها الدكان فرق، واذا ما اعطيتها البنيه في الحنف هذا، واذا نمنا داخل الدكان الحر يد الباب، اذا نمنا خارج الدكان يدبح من الاذان للاذان. طيب يا حجازي، لما الجماعه سالوه مرة طبعا السودانيين ونستهم كورتك شنو والحاجات الخفيفة دي فنانك منو؟ سألوه اسمعوا القصة بتاعته، قال له فنانك منو؟ قال له فنان طيب عبد الله. ليه طيب عبد الله؟ ترتاحت قصيدة طيب عبد الله، لقيت واقف منتظر. طيب ممكن عم سعد تحكيها علينا بالنص حافظها؟ لا حفظت. لقيت واقف منتظر في اشتاق عيوننا طلعته نفس الملامح والشبه والمجازات وفدته إن لم سوى الثوب والغمام أوصف حبيبي وروعته ساريه يا قلب الحزين راجي لبش أو غسلين يا الله واقف مثلي يا سيدي واقف مثلي لكن لا يخلق من الشبه البعيد من كم سنة لو هو عارف لنا بزعل عليه في كل بيت يقول لي هنا السكان وعندك بيزعل ولك يقول ارجعه في نفس الدكان يا الله جيت قبل المعاهد والله الزمن غاف النساء جميل هذا اللي حصل. طيب طيب طبعا دي من اليمن طوالي نمشي للشايقية.